سلام سلام، مساء الخير عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده، قنبله تاع العيد هذه. فريمون تنجموا تقولوا عليها قنبله باسكو حاجه طوب بزاف، حاجه جديده على العائله تاعكم. غادي تحطيها في الطابله، غادي تدوخيهم بالبنه وتدوخيهم بالبريستيج، حاجه طوب بزاف. البنه ما نحكي لكمش عليها، حاجه طوب وصاي. غير ديريها في هذا العيد، سيرتو لو كنتي عروسه جديده خطرتك الاولى، راكي مع العائله ولا راكي مع دار شيخك ولا راكي جايين عندك ضياف عارضتهم، ولا ديريها لهم وحطيها في وسط الطابله وهبليهم بها. نبدو الصلاه والسلام على حبيبنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وديروا لنا جيم للفيديو وكملوه معنا. حاجه الاولى كما راكم تشوفوا عندي اللحم. اللحم هذا حاولت نجيب غير بلا عظم، غير هبره، وقطعتها مرصويات كبار كما راكم تشوفوا وخليتها على جهه. هنا البصل، هذه الوصفه تبغي البصل في الحق، تبغي كاع الخضره اللي عندك في الفريجيدار جبديها. هذه وصفه تركيه درتها لكم بحذافيرها، بنينه تهبل. شوفي تحسبي راكي في مطعم تركي. بزاف غاليه برا هذه، كي تاكليها هذا الطاجين يحطوه لك غالي بزاف في لي ريستورون تركوا. على هذه ديريها في دارك، فرحي بها ناس دارك باسكو العيد راه وكاين اللحم. المهم البصله شتو درت، درت كميه من البصله، قطعتها شرائح رقيقه وجبت لا كوكوط حطيتها مع شويه تاع زيت. نسحقوا الكوكوطه في الاولى. عندي ربعه في الصوص ثوم، عندي شويه بيسي بيسا اللي دائما نقول لكم عليها كي تكونوا طيبين باللحم ولا غير خدموا بها. عندي 3 حبات هيل و 3 حبات قرنفل و 3 حبات كبابه، هادو التوابل الشرقيه. وعندي زوج ورق رند وقرفه عود يكونوا مغسولين غايه، ونجمه الارض سي بون. المهم هادو غادي نديهم على نار ناقصه باش يتقلوا مليح، باش هادوك التوابل غادي يطلقوا لي واحد البنه كراف بنينه. الثوم مع القرفه، نجمه الارض، الكبابه، الهيل، هاد الصوالح، القرنفل، تعرفوا كي يتقلوا شحال يجوا بنان. نقعد نقلي فيهم حتى هذاك البصل يدبال لي غايه. صاي كي يدبال البصل راح نحط هادوك القطع تاع اللحم. شوفوا قلت لكم اللحم ما تقطعوش مرصويات صغار، قطعوه مرصويات يكونوا كبار، وحاولوا كاع ما ديروش العظم. وخلطت غايه، نخليه تاني يتقلى لي مليح مليح. شوفوا قد ما تقلي غايه في هذه الوصفه قد ما تجيك بنينه. بعد اللي قليتهم غايه نزيد مغرف كبيره طوماطيس تاع القوطي، ونقليها تاني هذا الطوماطيس تاع القوطي، نقليها غايه مع اللحم. يعني كل ما ديروا حاجه قلوهم باش البنه كاع تخرج وتطلق. من بعد درت شويه تاع ملح، دروك نديروا التوابل. نديروا شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل كحل الحرور، وزدت شويه سكنجبير. سكنجبير هو الزنجبيل المطحون. عندي فلفل احمر حلو، ما ديروش بابريكا الحاره، ما تخدموش بالحار باش كاع العائله ياكلوا. ونخلطوا هاد التوابل مع الاخرين. ديجا رانا دايرين توابل مقليه في الاول. النار توجور تقعد متوسطه حتى الناقصه. من بعد نجيب ماء مغلي ونحاول نغرق هذاك اللحم. غير تشوفوا اللحم هكا وصله الماء تحبسوا، الماء يكون حامي ساخن. هنا درت شويه زعفران باش يعطيني لون شباب للمرق، غير شويه، ولا ديروا كركم. نبلع على الكوكوطه تاعي. هنايا غادي تخلوها كي تبدا تصفر، ديروا صفاره كي تبدا تصفر، غادي تحسبوا لها 30 دقيقه وتطفوا. انا درتها 30 دقيقه ونطفي عليها ان شاء الله. هنا من جهه واحده اخرى نخدموا العجينه اللي غادي نرافقوها كما شفتوا في بدايه الفيديو. ديروا شويه تاع فرينه، ما تكثروش العجين باسكو نسحقوا غير حاجه قليله. مغرف كبيره خميره العجين، مغرف كبيره سكر، ونخدموا ونديروا الزيت. الزيت غادي ندير زوج مغارف كبار حتى لثلاثه، نتوما والفرينه اللي درتوها. انا درت 3 مغارف كبار. تبغوا ديروا زيت زيتون ديروا زيت زيتون. درت شويه تاع ملح من على جهه، ودروك نخلط هادو مليح مليح، ونبدا نجمع في العجينه تاعي بالماء الدافي، دافي ماشي ساخن، ماء دافي. نبدا نجمع في العجينه غير بشويه حتى نتحصلوا على العجينه طريه ومتماسكه. نسيو الماكسيموم، ديروا لكم مواصفات شابين بزاف وجدد، ونسيو ندخلوا هكا انواع من المطابخ الاخرى ماشي الجزائريه، باش تسيوهم وتجربوهم للعائله تاعكم وتفرحوا بهم العائله. باسكو توجور نقعدوا في نفس الاطباق، نفس الاطباق تجي شغل ممله. على هذه سيو تدخلوا لهم حاجه جديده، سيرتو في المناسبات هكا كيما العيد وكاع هكا شويه تبدلوا الروتين تاعكم.
شيرت هنا فات 30 دقيقه. شوفوا اللحم طاب الزبده. هنا اش غادي ندير؟ غادي نقلعه ونقليه في شويه تاع زبده. شوفي ديري مقله فيها شويه دهان وتقلي فيها هذاك اللحم باش تحمريه من كاع الجوانب. صاي وهنايا هذاك المارق غادي نروح نحط فيه الخضره اللي عندي. دير شويه بطاطا، شويه كابويا، شويه فلفله خضراء. فلفله خضراء ما تحقروهاش، ديروها باسكو غادي تجي بنينه. وشويه تاع جلبان، يكون عندك دنجال حطيه، تكون عندك زروديه بغيتي تزيدي زروديه، انا ما بغيتش ندير زروديه. المهم كتري شويه البطاطا باش ياكلوا لك البطاطا، كتري البطاطا على الاخرين. نعاود نبلع وندير 10 دقائق، نحسب 10 دقائق بعد اللي تصفر باسكو غير الخضره غادي تطيب. واللحم قليتها في الدهان. هنا العجينه تاعي خمرت، خليتها تختمرت مليح مليح، ضعفت لي في الحجم تاعها. هنا رشيت شويه فرينه باسكو راها تلتصق، عاونت روحي بشويه فرينه وديغازيتها، خرجت لها كاع الغازات اللي فيها تاع الهواء تاع الخميره هكا. وهنايا غادي نقسمها باسكو هادي غادي دير لي، غادي دير لي خبيزه ودير لي هذيك اللي غادي نغطي بها. تبعي غايه الفيديو، تحبسيش وما تجريش باسكو كل لقطه فيه راها فيها ملاحظه، ولا باش ماشي بعد تقولي لي ما خرجتليش غايه، جاتني يابسه ولا ما جاتنيش بنينه ولا صاي. المهم هنايا درت فرينه ونبدا نحل هذيك العجينه تاعي. هذه الاولى اللي غادي نديرها تختمر باسكو غادي نصاحب هذا الطبق تاعي. شوفوا كيما لي ريستورون، لي ريستورون هكا يحطوها لك ويعطوك معها خبز، خبز تركي. غادي نحلها بشكل طولي هكا كيما اللي يحطوه في المطاعم. حليتها بشكل طولي سمك رقيق كيما راكي تشوفي، ونديرها في البلا، نديرها في البلا. وعندي هنا حبه بيض درت فيها قطره تاع خل باش يقلع لي البنه تاع البيض، وغادي ندهنها كاع، ندهن لها الوجه بالبيضه هكا. الفور تاعك تكوني ديجا درتيه يسخن، من بعد نرش عليها هنايا هذوك المنسمات وللتزيين. درت هنا سانوج وزدت درت جنجلان بيض ودرت الخشخاش، خلطتها كاع هكا. يعطيكم اذواق في الخبز تاعكم، ومام كي طيب يجي الشكل تاعها شباب وتاني صحيين. هاد الصوالح كاع ملح كي ناكلوهم حنا ولا ياكلوهم ولادنا. المهم غادي ندخلها ديريكت الطيب، ما غادي لا تخمر لا والو، غادي ندخلها ديريكت الطيب من التحت، نعاود نشعل عليها من الفوق تدي اللون الذهبي، ومن بعد نوريها لكم. هنا تجيبي طاجين تاع طين، الا ما كاش عندك طاجين تاع طين تنجمي تعوضيه بالبيركس هذاك تاع الزداج. المهم الطين هو اللي غادي يعطيها البنه الزايده والبنه الرائعه. نعرفوا باللي كي نطيبوا حاجه في الطين عندها بنه تاعها سبيسيال. هنا بعد ما فاتت لي 10 دقائق على الخضره اللي طيبتها، شوفوا طابت لي غايه كاع الخضره طابت في هذاك المرق اللي طاب فيه اللحم. اللحم كنت قليته في مغرف تاع الزيت كما قلت لكم. نجيب هذاك الطاجين تاع الطين وغادي هنا ما ندير فيه لا دهان لا زيت لا والو، نحطو ديريكت هذاك المرق فيه. شوفوا كومبلي كيما راه. بعد اللي حطيتها كاع هاك نروح نجيب هذاك اللحم ونزيد نحطه ثاني كاع فوق الخضره هذيك، وزعيه كاع. تحسوا بلي فيها بزاف مراحل بصح النتيجه شابه بزاف، تستاهل التعب وتستاهل هاد المراحل، النتيجه تاعها خياليه صدقوني. ماشي راني غير نقول لكم ولا، بصح من الاطباق اللي عجبتني بزاف بزاف واللي راني معوله ان شاء الله في هاد العيد ندير منها ونعاود. هنا جبت هذيك العجينه وعاونت روحي بشويه فرينه وحليتها رقيقه، حلوها رقيقه رقيقه كاع هكا. شوفوا رقيها مليح مليح. من بعد جبت هذاك الطاجين تاع الطين وغادي نحاول باش نديرها كاع فوقها هكا، وزيري غايه في الاطراف هكا في الجوانب باش ما تطلع ما تنقلعلكش في الفوق. شوفي بصباعي راني نلصق فيها مع الطاجين تاعي، لصقيها غايه. والزوائد هذوك اللي راهم في الاطراف مدلين ما غاديش نخليهم، غادي نجيب خدمي ونقلعهم باش ما ينحرقوليش في الكوشه باسكو غادي توشو السني تحتاني وينحرقوا. المهم لصقيها غايه. جيبي من هذاك البيض اللي كان باقي لك وعاودي دهنيها تاني من الفوق كاع بالبيض. شوفوا كاع ندهنها بالبيض، وتاني غير كيما درنا في الخبيزه اللي راها طيب نزينوها من الفوق تاني. حطي كاع البذور اللي عندك، انا درت الزانوج، خشخاش، جنجلان الابيض، وزدت درت تاني كزريعه تاع الكابويا.
اللي بزاف صحية وبزاف تعطيك لون شباب وحاجة راقية للمخبوزات تاعك. وتبغي ديري غير حاجة فيهم، ديري غير سانوج ولا ديري اللي عندك. بعد ما هذيك الخبزه طيب وتدي اللون الذهبي من الفوق، غادي تدخلي هذا الطاجين، تدخليه للفوق. شوفي كيفاش غادي هنا كل شيء راه طايب لداخل. خصنا هذه الخبزه طيب لي هذا العجينه والداخل يتجمر، وتاني هذه العجينه كي غادي طيب غادي تجي فيها بنه تاع المرق، بنه تاع اللحم، بنه تاع الطين مخلطه. نطيبوها 10 دقائق من تحت، عاود من بعد نشعلوا عليها من الفوق تدي هذا اللون. شوفوا شحال شابه، شحال خفيفه وطريه هاد الخبزه اللي طيبناها. شوفوا جات شابه، شابه بزاف بزاف، خفيفه تقولي سوفلي خفيفه. كي تكملوا هاد العجين فوقاني، كي تغمسوا به وتاكلوا وتكملوها بهذيك الخبز. وهنايا شوفوا هنا نحلها لكم هكا، تحلوها هكا من الفوق وخلوها مبلعه حتى تحطوها في الطابله. حلوها لهم هكا هكا باش يعرفوكم بلي درتوا حاجه شابه وتعبتوا عليها، مش تحليها لهم فوق البوطاجي هاكا. شوفوا الشيرات، هذيك العجينه الفوقانيه شوفوا صدقوني بنينه، شوفوا بنينه بنينه بزاف، على خاطرش غادي تجي فيها البنه تاع هذيك الخضره وتاع اللحم وتاع المرق. شوفوا غير بها وغمسوا، غادي تدابزوا عليها هذه اللي راها من الفوق. شوفوا المرق طايب ذوقه رائع، الخضرة واللحم طيبين زبدة. وصفة تستحق التجربة شيرات، سجلوها عندكم لرمضان. ديروا بارتاجوا الفيديو باش هكا يقعد لكم في الماسنجر ولا لصحاباتكم ولا باش كي تحوسي عليه تلقيه. ما عليا ما نقول غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.